اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحلقه جديده من الف هنا. النهارده جايين نعمل مع بعض الكسري بحته طريقه ان شاء الله هتنول اعجابكم. شايفين الحله دي؟ هنعمل فيها حاجات النهارده ان شاء الله هتبسطكم جدا. هنعمل كمان مع بعض رز بلبن بالكنافه، مش كنافه بقى بالمانجا، هنعمل رز بلبن بالكنافه. عارفين الاكله دي بتحب دايما الرز بلبن، بتحب الطماطم المخلله بطريقه كده، طريقه حريفه وحلوه، بتحب كمان الدقه، وبتحب الصلصه الجميله اللي ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. مستنيه تليفوناتكم ضروري جدا جدا علشان نتواصل مع بعض واعرف اراء حضراتكم، ضروري جدا جدا. خليكم معانا، هنروح فاصل صغير جدا ونرجع نعمل مع بعض الكشري اللي بالخليه مفاجاه. فاصل وانا واصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية علشان نعمل الكشري بطريقة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هتجيبي حلة وترفعيها على البوتاجاز، أسهل من كده مفيش. خلاص، أهم حاجة في الكشري اللي هتديكي طعم المحلات ده، عارفة ده إيه؟ مخرجنا الجميل دلوقتي هيسلط وهيقولك ده إيه. ده مش عسل أبيض، ده الزيت اللي بيتحمر فيه البصل الورد اللي هو ده. فدايماً بنحط الزيت كتير. ليه بنحط الزيت كتير؟ لان الزيت ده هو الناس اللي بتعمل الكشري في كذا حله كتيره ويقولوا بقى احنا بنستصعبه والطريقه بتبقى صعبه علينا، وخاصه البنات والعرايس اللي لسه بيتعلموا، تقولي ده كذا حله، هعمل حله، عفوا هعمل حله للرز، وحله للمكرونه، وحله احط فيها دمعه، وحله اعمل فيها التقليه. لا بصي بقى، انا هوريك النهارده طريقه حلوه جدا. اهم حاجه انت بتعمليها انك بتجيبي الزيت تحطيه كتير، خلاص، وبعد كده بتقومي محمره فيه البصل. بعد ما بتصفي البصل، الزيت ده بقى اللي هنعمل منه الكشري كله، اللي هيديكي طعم زي الطعم بتاع المحلات بالظبط، مش هناخد زيت جديد. بصي الفرق ما بين الزيت اللي متحمر فيه البصل والزيت اللي هو لسه ما استخدمش، شايفه الفرق ما بين الاثنين؟ ده الفرق ما بين درجتين اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. هاجي هنا واقوم نازله بالزيت بالشكل ده. طيب انا هنا النهارده هعمل الكشري مع بعض بطريقه سهله، ومش هخليكي ان انت تستخدمي كميه حلل كتيره جدا، هتستخدمي حله واحده. وتعالي شوفي هتعمليه ازاي. حطيتي الزيت بتاع البصل سخن، هتقومي نازله بالشعريه بالشكل الجميل ده كده. في العادي بقى بتحمري الشعريه وبعد كده تجيبي مصفه وتصفي الزيت وترجعي تشيليها، بتعملي كذا حاجه. النهارده هنعمله بقى بطريقه حلوه جدا كده وما فيهاش اي صعوبه. اهم حاجه ان احنا ندي للشعريه لون حلو جدا، اللي هو درجه اللون الذهبي الجميله. طبعا العدس بتجيبيه وتنقيه تغسليه، وبعد كده بتنقعيه في ميه بدرجه الحنفيه عادي خالص. بحط انا دايما ربع معلقه سكر علشان بيمتص منه لو في اي حاجه بتسبب لنا انتفاخات في بطننا. اتفقت قبل كده مع حضراتكم وقلت المعلومه دي في البرنامج قبل كده، ان اي حمص، الفول، البقول عامة اللي هي الفاصوليا، اللوبيا اللي بعين سودا، دايما حطي نص معلقة سكر في المية اللي انتي بتنقعي فيها. خلاص، هنحمر بالشكل ده. وحاجي هنا انا بعد لما نقعته لمدة ساعة تقريبا في المية والسكر، شطفتها وبعد كده حطينا هنا المية العادية خالص بتاعة الحنفية اهي. زيت البصل هنتفق برضو تاني وتالت مع بعض، حلقة في ودنك. زيت البصل هو اللي بيدي طعم مميز للكشري بتاعك، هيلاقيه جوزك لما ياكله كده هيلاقيه غير اي حد تاني خالص، وهيقولك يسلم ايديك وعينيك. طيب
التقليب المستمر زي ما اتفقنا مع بعض، علشان انا بحب ان دايما الشعريه تكون واخده اللون واحد، ما تبقاش فاتحه وغامقه. زمان وانا صغيره ما كنت باجي اقف مع ماما في المطبخ وتلاقيني واقفه بكلمها تقوم ضرباني على ايدي، قلبي قلبي، تفضل تعمل لي كده ليه؟ تقول لي يا ماما علشان ما الشعريه او المكرونه المحمره كمان ما تبقاش واحده واخده لون وواحده واخده لون. تقليب مستمر ما تسكتيش، اقول لها ايدي وجعتني تقول لي ما فيش مش مشكله، قلبي برضه. فالتعليم يعني في الصغر زي ما بيقولوا كان نقش على الحجر. طبعا احنا عاملين الحلقه النهارده دي مخصوص علشان احنا بنروح محلات الكشري بناكل فيها. احنا هنعمل الكشري دلوقتي في قلب البيت بطريقه سهله ومميزه، ومش هنتعبك خالص ان انت تستخدمي كذا حله. انا الحله دي هنا حاطه جنبي الميه بتغلي فيها اللي انا هستخدمها للكشري. النهارده بقى انا هحط الشعريه وهحط العدس والمكرونه والرز كله هنا اهو في قلب الحله دي. وما تستغربوش طبعا في اللي انا بقوله ده، ولكن الطعم بيطلع حلو جدا. عايزه اقول حاجه كمان للناس اللي بتعمل دايت، لو حمرتي الشعريه في الميكروويف ونقعتي زي ما احنا نقعنا كده العدس، هتعملي حاجه، كل كوبايه عليها كوبايه ميه. يعني احنا حمرنا دلوقتي مثلا الشعريه في الميكروويف، خلاص بعد ما حمرتيها في الميكروويف ادي كوبايه على جنب، نفس الكوبايه هحط عدس، نفس الكوبايه مكرونه، نفس الكوبايه رز. لما هاجي انزل بالميه ده اللي انا هسويه بالنسبه للدايت، هحط كوبايه لكل كوبايه، كوبايه رز كوبايه ميه، كوبايه مكرونه كوبايه ميه، العدس كوبايه برضو عليها كوبايه، الشعريه كوبايه عليها كوبايه، وفي الاخر خالص بعد ما اعمل كده هقوم حاطه كوباية زيادة واحدة علشان خاطر المكرونة. واتفرجي على الكشري ده هيبقى عامل ازاي. اديني بقلب نفس عشان اخد نفس اللون الواحد. وطبعا عايزاكم لما تجربوا القصة دي تقولولي رأي حضراتكم فيها او في ابتكارها دي ايه. احنا بنحاول نسهل عليكم بأي طريقة كانت في كل حاجة انتوا بتحبوها. ادي لون الشعرية هغمقها لسه كده، اللون الذهبي الفاتح يمكن جوهري. ايوه تسلم يا رب، ربنا يخليك. هاجي بعد ما عملت كده هقوم جايه مصفيه هنا اهو العدس بالشكل ده، وهقوم نازله بالعدس على الشعريه. لما هنزل بالعدس على الشعريه الحله هتبرد، هفضل اشوح فيها واقلب لحد ما احس ان العدس سخن كويس، اقوم نازله بالرز وهكذا. كل لما الحله تبتدي تدفى اقوم على طول نازله بالحاجه اللي بعديها. طبعا احنا هننزل بالعدس الاول لان العدس اكتر حاجه الحقيقه بتاخد سوى. خلاص فتعالي شوفي هنعمله ازاي. اهو هاجي هنا واقوم نازله. شايفه عملت ايه؟ هي دلوقتي كده هتبتدي هتبرد، لا خليها لحد لما تسخن تاني، وهتقومي عامله كالاتي. تعالي نحقق القصه دي ونديها حياء حلو جدا لان العدس بيحب الحياء الحرش الحلو. ادي شويه الفلفل الاسود، نحط شويه ملح، ونعمل حسابنا ان الملح هنزوده شويه لان الرز هيشرب من الملح والمكرونه هتشرب من الملح والعدس هيشرب من الملح، فدايما تظبطيه. خلاص وادي الكمون، الكمون اهو، وتعالي اوريكي احنا هنعمل ايه. هنحط سنه كده من الثوم المهروس علشان يديكي ريحه حلوه. يبقى حطينا ملح وفلفل وكمون، هاخد ثوم اهو وانزل بيه هنا. الثوم بقى كمان لما هيتحمر مع الشعريه ومع العدس بيدي ريحه مش قادره اقولك تجنن قد ايه. اهو قلبنا بالشكل الجميل ده، هي كده بدات اهي سخنت، طالما الدنيا كده بتبقلل زي ما حضراتكم شايفين
اهو هقوم جايه ونازله بالرز اهو، نزلت بالرز هقلب بالشكل ده كده واشوحه كويس قوي، احس ان هما اخدوا من طعم بعض. اهم حاجه ان الحله ما تبردش منك خالص، تفضل سخنه. المرق او الميه اللي بتحطيها عليه تكون بتبقلل زي كده، ما تبقاش الميه بارده. خلاص ايوه. فانا الحاجه كمان اللي عايزه اقولها لك، ما تستعجليش انك تسقيه الا لما تحسي فعلا ان الحله سخنه والحاجه اللي جواها سخنه فعلا بجد. يعني بصي انا حاطه ايدي اهو، بصي انا مش ملسوعه، حاطه ايدي اهو عليها، فانا كده مش حاسه ان الدنيا سخنه انها تلسعني، لا انا عايزه درجه السخونيه اللي بتلسع. طبعا فوائد العدس نازله لحضراتكم على الشاشه علشان تعرفوا بقى اهميه العدس ده، جميل وحلو قد ايه وبيفيدنا قد ايه. طبعا انا عندي هنا النار عاليه، هبتدي انزل بالمكرونه اهو، وهبتدي انزل بالمكرونه الاسباجيتي. كل ما بتصغريها بتبقى عامله زي الشعريه البلدي، عارفين الشعريه البلدي اللي كانت بتبقى موجوده في الاكياس زمان اهو، بتكسري كده لان انا لو كسرتها على نصين هتبقى طويله وبزياده اهو بالشكل ده، وبنقلب. طبعا اهم حاجه ان احنا نقلبه تقليبه كويسه جدا جدا جدا، واول ما بتحسي ان الحله بتاعتك سخنه والحاجه ابتدت تسخن فيها حلوه قوي تقومي نازله بالميه المغليه. لما بتنزلي بقى بالميه المغليه، انت عارفه عيار الرز طبعا قد ايه، عيار الرز لما بتفلفليه قولي تقريبا على العيار بتاعك الطبيعي، هتزودي اكن كوبايه زياده على العيار الطبيعي. ليه؟ علشان البخار ده اللي هيسوي لي المكرونه. خلاص هعمل كده اهو. بصي ليه انا بعمل كده؟ علشان انا مش عايزه المكرونه الاسباجيتي تتكسر اهو. التنطيق ده بيبقى سهل جدا، بصي هتلاقيه طالع معاكي مفلفل وزي الفل اهو. بصي بتعملي كده واهو، قصه سهله خالص ما فيهاش صعوبه اهي. احنا كده بقى ايه، بعدنا عنك مجهود الحلل وغسيل المواعين الكتير، ويعني هتخشي تعملي يعني الـ الـ الكشري في منتهى السهوله. عفوا. اول ما بيغلي تقومي موطيه النار خالص وناسياه، سايباه على نار هاديه وتسيبيه مع نفسه. تعالي بقى ننزل بالميه، بسم الله اهو. هنقلب. انا كده مديه الميه اكتر من الكم بتاع الرز. طب انت هتعرفي ازاي؟ تعالي، في العادي لما بنعمل الرز واجي احط المعلقه دي بتلاقيها تقف في قلب الحله، لما تقف في النص كده تعرفي ان عيارك مظبوط. طيب انا بقى مزوده شويه عشان خاطر المكرونه، فهتبصي تلاقي ان الميه عشان زايده شويه هتحطي المعلقه، كل ما بتحطيها هتبصي تلاقيها بتميل، ده معناها ان هي واخده الكوبايه الزياده. خلاص طيب اهو، هحطها هنا على النار وهنسيبها تغلي زي ما حضراتكم شايفين كده معايا، هي بتغلي اهي. خلاص هنروح فاصل صغير ونرجع، هتلاقوني حطاها هنا اهو على العين الصغيره، زي ما بيقولوا العين بتاعت الكتكوت اللي بتبقى في البوتاجاز، عين الكتكوت اللي هي العين الصغيره اللي قد كده. فاصل ونواصل، ابقوا معنا علشان هنكمل مع بعض حاجات ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. يلا بينا.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الكشري المتين. تعالوا نشوف كده لما حطيناه على العين الهادية بقى شكله عامل ازاي. تعالي 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 بصي اهو. ايه رأيك؟ هنقلبه تقليبة كده بصي من الجنب كده اهو. بعمل كده اهو بسلك وبسيبه بقى على النار الهادية. البخار ده هيخليه يفلفل بقى فلفلة كده ما حصلتش. وهنعمل كمان حركة كده هقول لك انا هعمل فيها ايه. يمكن انتوا حافظين مني دايما انا بعمل ايه. اهو عارفة بقى علشان يعني زي ما بيقولوا يتكمر كمان وكمان. انا هكمره بقى دلوقتي بصي اهو. هعمل كده واغطي كده. كده بقى ضمنت ان مفيش اي ريحة بخار هتطلع من قلب الحلة. اكني بسويها كده في البريستو. البخار ده هيكتم بقى كمان مفيش ولا حاجة تخرج من الجناب خالص. اهو وعلى النار الهادية ونسيه. تعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا هاجي دلوقتي هعمل الرز بلبن اللي هو اللي بالكنافة. هتعمليه ازاي؟ تعالي نشوف هنعمله ازاي. هتجيبي اللبن اهو وهتقومي مدوبة فيه معلقة او معلقتين من النشا. انا بقول كفاية عليه المعلقة الكبيرة دي اللي احنا حطيناها، لان انا الحقيقة بحب ان الرز بلبن يستوي كمان في النشا بتاع الرز نفسه. اهو الحل على النار. عايزة اظهر انا طعم المستكة كويس، فهنزل بالمستكة هنا الاول في قلب الحلة تسيح من الحرارة. طيب بعد لما المستكة هتسيح من الحرارة انا عايزة اطمن ان النشا دب كويس علشان ما يكلكعش، لان النشا زي ما احنا عارفين لما بيتحط على النار على حاجة سخنة بيقفش كده وتلاقوه ايه كلكع. ريحة المستكة بدت تطلع اهي. مخرجنا الجميل هيجيب شكل المستكة وهي سايحة اهي. حلو الكلام الجميل ده. وابتدت تطلع دخان اهو. هقوم نازله بالميه اللي بتغلي. خلاص ليه نازله بالميه اللي بتغلي؟ لان انا لو حطيت الرز يغلي في اللبن اللي هيحصل ان اللبن هيفور، وانا عايزه اسويه براحته جدا. هنزل بالرز المغسول اللي زي الفل اللي بالشكل ده كده، وهسلقه في ايه كمان؟ في السكر، علشان كل ما يغلي الرزايه نفسها تبقى مسكره وحلو. اهو مقادير هتنزل معاكي على الشاشه حالا. اهو هيفضل يغلي وبعد كده ادي المقادير نزلت لحضراتكم. هحط شويه الفانيليا بقلب وهسيبه على جنب كده يبتدي يغلي مع نفسه لحد لما يستوي. ممكن اعلي النار شويه وتعالي نشوف هنعمل الدقه بتاعه الكشري. مش الدقه بقى، السلطه اللي هناكلها جنب الكشري. عارفه انا ما رضيتش اجيب الهاند بلندر علشان عايزه اعملها بالطريقه اللي احنا بنعملها من زمان اللي هي اللي بايد الهون، بيبقى ليها طعم الحقيقه يجنن. تعالي بصي هتعملي الخلطه ازاي. هتجيبي فلفل حار بالشكل ده كده اهو، وهتجيبي ورق كزبره بالشكل ده. يبقى ادي الفلفل الحار مع الكزبره. وهجيب توم اهو. وتعالي نشوف هنحيقها بايه. ادي فلفل اسود، وعندي هنا كمون، وعايزه شويه كزبره ناشفه. طب اهي ادي الكمون، وادي شويه الملح، وادي شويه الكزبره الناشفه. وتعالي نشوف هنعمل ايه. هندق الكلام ده كده اهو مع بعضيه. طبعا الملح بيعمل ايه؟ الملح بيخليها تدبل اهو.
ده بيدي بقى طعم فظيع، مش قادره اقول لك بيبقى حلو قد ايه. ودايما لما تيجي تدقي هون في قلب المطبخ تكوني حاطه فوطه زي ما انا حاطه كده علشان الرخامه بتاعتك ما تتاثرش او ما تتكسرش. اهو ده السلطه دي بقى هي اللي هتعمل شغل عالي جدا جدا مع الكشري، مش قادره اقول لحضراتكم. عارف يا جوري انا حاسه ان انا عامله لك كرومه تحت ايد الهون. بس انت ايه رايك في الكرومه دي؟ طيب اهو تدقي وتخليها انها تبقى بقى ايه مهريه بقى كده خالص. طبعا انا ما حطيتش شطه لان الفلفل ده حار جدا. طبعا هتجيبي دلوقتي البوله تانية بالشكل ده كده، وبعدين هنقوم واخدين بقى الخلطه المتينه دي كده. شايفه انا عايزه ادق لحد لما الاقي معالم الكزبره اختفت، ورق الكزبره اللي احنا كنا حاطينه بصي اختفى اهو بالشكل ده. مفيش احلى من الهون الحقيقه، بيطلع طعم الاكل يجنن. بعد ما عملنا كده هتقومي جايه وعامله كالاتي. هنجيب هنا طبعا شويه زيت، وهتحطي كمان شويه خل، ده كل ده الحباش اللي بيدي الطعم اللي يجنن. ادي شويه الخل، مفيش مانع من ليمون معصور بالشكل ده. هتقومي واخده القصه دي كده كلها مقلباها، وهتقومي نازله بالطماطم، وادي الخلطه المتينه دي نزلي بيها هنا كده. وتعالي نشوف هنعمل ايه. هنا في عندنا كمان طبقين اللي هنحط فيهم، هما دول يا ليسي. ماشي يا ليسي مش هزعلك، انت عارف يعني انت اخويا الغالي. طيب بعد ما قلبنا بالشكل ده كده، طبعا يعني السلطه دي عشان تاكليها طعمها حلو ما تحطيش الحياء عليها ده من بدري. ليه؟ الطماطم فيها نسبه ميه، فاحنا هي فيها ملح وخل وليمون، هينزلوا الميه اللي في الطماطم فهتتهري، فتعمليها قبل الاكل على طول. اهو ادي الطماطم المخلله اللي هتتاكل مع الاستاذ كشري ابو عدس بجب. دي الطماطم ابو خلو، عارفين الطماطم ابو خلو؟ هي دي. كان في البرنجان ابو خلو، دي البتنجان ابو الطماطم ابو خلو. اهو ادي قريبين الطماطم، حطهم هنا عبال ما نروح نشوف بقيه الحاجات الجميله بتاعتنا دي اللي احنا بنعملها. وعايزين نعمل ايه؟ الدقه بتاعت الكشري. تعالوا نشقر هنا، شايفين ابتدى الرز ينزل النشا بتاعه ازاي؟ اهو بالشكل ده. ممكن انا كان نفسي تكونوا معايا هنا علشان تشموا الريحه بتاعت المستكه مع الفانيليا. اهو بتحطي ميه مغليه شويه بشويه اهو، كل لما الرز بيشرب الميه كل ما ينزل لك نشا تنشي لك الرز بلبن اهو. وسيبيها على النار. هاجي هنا دلوقتي واقوم جايبه الكلام ده حطاه هنا فوق. تعالي معايا يا احلى عروسه في الدنيا اعلمك كل الجديد. تعالي بقى معلش يعني هناخد حله واحده بس علشان نعمل فيها الطماطم. هتعملي الطماطم ازاي؟ الطماطم اللي بناخدها بقى اللي هي الصلصه بتاعت الكشري. ادي شويه الثوم، هي طبعا بتاخد ثوم شويه حبه حلوين يعني علشان تديكي بقى الريحه الحلوه الجميله دي اللي انت بتشميها في قلب المطاعم وبتجوعنا. بيحب كمون، حط شويه زيت.
اول ما الزيت اول ما التومه تبتدي تاخد درجه اللون الذهبي الحلو، انا بعمل ايه بقى؟ بحب اشوح الكمون مع التوم، بيدي ريحه حلوه جدا. مش قادره اقول لحضراتكم قد ايه. اهو انزلي بقى بالكمون، حبه كمون حلوين كده محترمين من اللي وصى عليهم التاجر اهو، وتعالي شوحي فيها معاها التومه بالمنظر ده اهو. ده ايه الجمال والريحه دي؟ محضره الطماطم جنبي، ومحضره الخل جنبي. اول ما تبتدي كده تشكشك وتاخد اللون الذهبي الجميل ده الكشري ده عايز اللي يغني له، تتصدق نغني له غنوه الكشري، نطلع اغنيه جديده اسمها غنوه الكشري. هاجي هنا، شايفين الكشري مفلفل وزي الفل ازاي؟ الفلفله بقى دي، شايفين الفلفله دي عامله ازاي؟ اهي بصي بصي، مش حاسه ان هو قافش في قلب المعلقه اللي بقلب بيها اهو. وطبعا دي ظبطه ميه مع الغطا اللي انا بحطه دايما بتاع الفويل ده اهو. هعمل كده وهغطي تاني، وهنروح هنا للتومه بتاعه. شايفين درجه اللون؟ تعالي بقى ننزل كده بالخل اهو، شويه الخل الحلوين دول اهو، ونقوم نازلين بعصير الطماطم بالشكل ده، وتعالي نحيقها بشويه الملح، وممكن نحط لها كمان شويه شطه بالشكل ده، ونسيبها على النار تغلي. طيب عايزين احنا نعمل حاجه كمان، عايزين نعمل الدقه البيضه اللي بتبقى عند الراجل في قلب المحل. خلاص تعالي نشوف هنعملها ازاي. الطريقه بتكون سهله جدا وزي الفل. هتيجي هتجيبي بوله، وهنحط فيها ليمون، وهنحط خل بسيط جدا، وهنحط ثوم اهو مع الثوم. هتقومي عامله كالاتي، هتيجي هنا وتقومي حاطه شويه ملح، شويه كمون بالشكل ده، وشويه الكزبره الناشفه. وانا بعمل حاجه علشان ما تبقاش زعقه قوي 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 بزياده، ممكن تزودي شويه صغيرين من ميه مغليه اهي. خلاص هنحط كمان شويه شطه وهنقلب. وتعالي نشقر على الرز بلبن قبل لما نروح الفاصل، علشان انا عايزه احط اللبن هنا اهو على الرز. شايفه الرز اهو بدا يبقى عامل ازاي؟ انا هشيل دي، لان انا المفروض اقلب بالسيليكون زي ما اتفقنا مع بعض، عشان السيليكون هو اللي بيحافظ على الحلل علشان ما تتجرحش اهو بالشكل ده. تعالي ننزل بقى باللبن اهو. ايه رايكم؟ هنروح فاصل صغير جدا ونرجع يكون الرز بلبن استوى، ونبتدي بقى نغرفه ونشوف الحاجات اللي هتتحط عليه. فاصل ونواصل، ابقوا معنا مع الرز بلبن والكشري والدقه والصلصه. يلا بينا.
سخن هبتدي انزل بفلفل حار هنا، ياخد بس كده يدوب شويه حراره كده حلوين. يعني انا بحط طبعا الشطه العاديه، بس انا عايزه يكون في شكل حلو كده ومختلف وتدي حراره اعلى. اهو ادي شويه الشطه. شايفين الجمال؟ خليها بقى كده دي مع نفسها هنا عبال لما اغرف الكشري الجميل. هعمل كده اهو بالشكل ده، وطبعا تاخدي بالك لانها من الحاجات اللي بتبقى ريحتها نفاذه جدا. طبق اهو بتاعها اللي هنغرف فيه. طبعا الفلفل لما بياخد الزيت الطعم بتاعه كمان بيبقى ريحتها وطعمها حلو قوي. لا بتحطي بقى عليها ميه ولا بتحطي عليها خل ولا اي حاجه، اهو بالشكل ده. انا طبعا بعد البخار عن مناخيري خالص علشان ما تسرقيش، وانتي كمان في المطبخ اعملي كده اهو. شايفين؟ شايفين درجة الغليان بتاع الزيت عامل ايه؟ اظن اول مرة نشوف زيت بيغلي في طبق. مش هتلاقوه غير هنا عندي بس. هناخد الكلام ده ونوديه هنا كده، وتعالي بقى ايه هنقلب هنا الرز باللبن الجميل اللي ربط ده، والرزة مستوية وزي الفل. هطفي النار خالص اهو، وتعالي نغرف الكشري الاول. شايفه الجمال اهو طالع زي الفل على وشكم يا احلى مشاهدين في الدنيا كلها اهو، ولا حاجه لازقه والدنيا زي الفل. تعالي نشوف هنعمل ايه اهو. بصي شايفه الحله زي الفل اهي. هنيجي هنا وهجيب المقصوصه دي. بصي الرز اهو شايفه وانا بحطه، شايفه مفلفل ازاي اهو. بايه الجمال ده؟ حاجه حلوه بجد لما تعملي حاجه كده سهله في حله واحده وما تتعبيش نفسك اهو. ادي شايفين الدنيا مفلفله وزي الفل ازاي، على الرغم لما تشوفيني وانا بقولهولك في الاول تقولي مش ممكن هي المكرونه ازاي هتستوي، طب ده هتنزل النشا بتاعها، طب ده هتخلي الدنيا تعجن خالص. الدنيا هي بقت زي الفل ومفيش مشاكل معاكي، وزي ما اتفقنا على ظبط الميه. شايفين الفلفله عامله ازاي؟ بجد عملنا كشري في وقت البرنامج اساسا وسويناه اهو جميل وزي الفل اهو. تعالي بقى كده نظبط الدنيا ونشوف شكل القارب ده كده هنوضبه ازاي. هنجيب الرز العيش المحمص ده بالشكل ده، وهقوم جايه موضبه بيه الطبق بتاعنا. تعالي نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ادي العيش المحمص
نحط بقى البصل بتاعنا. تعالي نشوف هنحطه ازاي. ادي شويه الورد اللي احنا بنحبهم. حاضر، عايزين اكسترا ورد الاستاذ جوهري من فضلكم، واحلى طبق دلوقتي هيروح لحضرتك على الكنترول. عينيا الاثنين. طيب العدس زياده، تحب حضرتك العدس زياده طيب بس، ولا الحمص زياده، ولا ايه؟ شكله طبعا كده بعد ما خلص يجنن جدا. انا هخلي استاذ جوهري يتغزل في الطبق عبال ما نبتدي نغرف الرز بلبن بتاعنا. طيب طبعا في ناس كتير بتحب تحط ليمون على الكشري. هناخد كام سلايز ليمون من هنا كده، هنحط هنا كده، اللي بيحب يعصر ليمون عليه مع الشطه بالشكل ده اهو. وهنودي الليسي طبق بس هيبقى فيه اكسترا شطه، معلش. طيب اهو هاخد ده كده نحطه هنا، وتعالوا نغرف مع بعض كاسات الرز بلبن اهو. هتجيبي كاستين بالشكل الجميل ده كده، وهتجيبي كبشه، ونبتدي نلعب بالقصه دي. طبعا احنا ممكن نحط شويه كنافه تحت كده في الارضيه بتاعه الكاسه. والكنافة على فكرة موجودة في محل كده في ميدان السيدة مشهور جدا، روحوا في ميدان السيدة واسألوا قولوا فين محل الكنافة اللي هناك، هتلاقوه بيعمل كنافة وقطايف طول السنة مش في رمضان بس. اهو هعمل كده. عين جمل، شوية بندق بالشكل ده. مفيش مانع ان احنا ممكن نرش كمان رشة من فوق بتاعة الكنافة اما تهدى. اهو هنحط هنا كمان كبشة كده، وهنكرر شوية المكسرات الحلوين وشوية الزبيب. وطبعا الرز ده بقى اللي بيبرد بعد الأكلة اللي احنا عملناها دي دلوقتي. تبرد النار بتاعة الكشري وبتاعة الدقة والتقلية، كل اللي احنا عملناه ده. وهناخد من هنا كمان شوية كده، وعندنا هنا شوكليت. تعالوا نشوف هنحطها على وشها ازاي. اهو شلنا الكلام ده كده، وتعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. وده النهارده السفره الحقيقه عامره باصناف تجنن، وطالعه كلها زي الفل على احلى عيون مشاهدين في الدنيا كلها. اهو شلت ده كده، وهاجي هنا اجيب شوكولاته واقوم حطهم كده بالشكل ده، وهاخدها احطها على السفرة بتاعتنا هنا بالشكل ده كده، ونشيل بقية حاجتنا اللي هي موجودة هنا كده جنبينا. يا رب النهاردة تكون الحلقة نالت اعجاب حضراتكم، واكون قدرت ان انا امتعكم قد ما انا بستمتع بيكم وبوجودكم معايا. اشوف وشكم بخير في حلقة جديدة بكرة من الف هنا. شكرا.